السي عبد الجليل العروسي المسؤول عن برنامج أمل بالمغرب الذي تشرف عليه منظمة أوكسفام بشراكة مع مجموعة من الشركاء، والذي يهدف إلى رفع الوعي حول أهمية المشاركة السياسية للنساء وفسح المجال أمام قيادات نسوية قادرة على تحقيق التغيير على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية. سؤال سي عبد الجليل، في يدها التغيير، ما هي الأهداف العامة للحملة بالمغرب؟ أولا في البداية كنت أوجه الشكر للقناة ديالكم للعناية الخاصة اللي بدأتها بهذه الحملة والمواكبة والمتابعة الإعلامية اللي كيجسدها المنبر الإعلامي ديالكم، وهذا كنظن شرف الإقليم ديال ورزازات والسكينة ديالو، وكان تنوه بهذا العمل ديالكم كنتني على هذا العمل. بالرجوع للسؤال ديالكم، كنعتقد الهدف العام ديال برنامج أمل اللي كما كتعرفوا هو برنامج إقليمي كيتنجز في اليمن وفلسطين وفي تونس والمغرب، الهدف ديالو هو تشجيع المشاركة السياسية للنساء. هذا السؤال في الواقع هو انطلق بداية مع ما سمي بالربيع العربي، انطلقنا من فرضية أو سؤال مبدئي هو أي دور للمرأة في هذا الحراك؟ هل لها أن تلعب دور إيجابي ودور فاعل أو دور ثانوي ودور هامشي؟ فكان البرنامج كأحد الإجابات، حتى نقول الإجابة الوحيدة، هناك إجابات كثيرة متعددة، كان كإجابة لمحاولة تسليط الضوء على النساء باعتبار الأدوار الريادية التي يمكن أن يقومون بها، وبالتالي أن بإمكانهم أن يساهموا في بناء الديمقراطية في المجتمعات ديالهم. فهذه الفكرة الأساس اللي انطلق منها البرنامج أمل في المغرب. طبعا الحراك كان بعدة نقاط إيجابية، بالدستور، بتحولات في واحد المستوى ديال ترسانات قانونية. فمن هنا كان الهدف العام طبعا كيف ما قلت هو تعزيز المشاركة السياسية للنساء، ولكن يمكن نقول بشكل عام هذا الهدف العام تمحور في واحد ثلاثة ديال المحاور كبرى. المحور الأول هو أولا خص تشجيع وتقوية قدرات النساء، لأنه أحيانا كلمسوا تلكوا عند النساء الرغبة غير معلنة بشكل صريح، هناك رغبة بس لازمها تشجيع، لازمها تقوية، لازمها مواكبة. فكان لازم أولا يكون محور ديال التقويات وتشجيع القدرات ديال النساء على انهم يواكبوا. وفي هذا المحور هذا عندنا حتى النساء اللي مروا من تجربه وربما تكون تجربه اللي فاشله احيانا، فلازم نحشدوا الهمم ديالهم من جديد ونحفزهم على انهم يعني ربما الا كانت تجربه فاشله ما تعنيش بانه راه العمل فاشل في حد ذاته، بل انهم يوصلوا العمل ديالهم. المحور الثاني هو العمل مع فاعلين، الفاعلين المؤسساتين بشكل عام، يمكن يكون أحزاب، يمكن تكون دولة، يمكن تكون كل مؤسسات حتى تشريعية منها. ودليل ذلك أنه برنامج أمل الشركاء ديالنا على فكرة قاموا بحملة ترافعية تجاه البرلمان وساهموا فيها بشكل فعال على فكرة، تنشير على أنه الشركاء ديال برنامج أمل في المغرب هما جمعية الألفية الثالثة اللي احنا في الضيافة ديالها اليوم، وكاين جمعية النخيل المرأة اللي في مراكش، وكاين جمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. هادو أربع شركاء اللي أوكسفام في المغرب. فقلت هاد الشركاء ديالنا إلى عينتو ما أنجز من حملات ترافعية من أجل تغيير الكوطة النسائية، حتلقاهم أنهم كانوا في صلب المعركة وفي صلب الحملة الترافعية، وهما اللي مكنوا يرفعوا الكوطة من 12 إلى 27%. وهذا عمل اللي كان أعتبره ماشي ديال برنامج أمل، حتى لنكون يعني احنا ساهمنا في هذا العمل بإمكانيتنا المتواضعة، ولكن شركائنا لعبوا دور فيه كبير. هذا المحور الثاني اللي هو العمل مع المؤسساتين. والمحور الثالث هو كل ما يتعلق بالتشبيك، فهناك كفاءات مشتتة، هناك إمكانيات مبعثرة. فأمل حاول يقدم إحدى الإجوبات على أنه كل ما تخلق نسيج مدني فاعل، وكل ما يعني قوى روابط التآزر بيناته، كل ما قوى العمل المشترك، وكل ما قوى التنسيق، إلا بإمكانه يوحد رؤيته، يوحد المعارك دياله، يوحد المطالب دياله، وبالتالي ربما قد يمكن ويسر
يسهل على انهم يبلغوا الاهداف. هاد ثلاثه ديال المستويات مندمجه مكنتنا في الواقع على اننا نحققوا نتائج اللي تنعتبروها الان جد ايجابيه في البرنامج. شكرا. السؤال الثاني الاستاذ سي عبد الجليل، بيدها التغيير شعار قوي لمشروع امل لدعم القيادات التغييريه للنساء، لماذا اختيار الجنوب الشرقي مكانا للاشتغال؟ هما لا أخفيكم شيرا أنه البرنامج أمل ربما دي أحد المميزات ديال البرنامج أمل، هو أنه منذ انطلاق دياله كان اتفاق وكان إجماع وكان قرار نهائي على أنه برنامج أمل سيشمل النساء القرويات، واحد. ثانيا سيشمل النساء المهمشات حتى في القرى. فهذا الاختيار لماذا؟ لأنه تنعتقدوا على أنه السياسة ولا الممارسة السياسية ليست حكرا على المرأة المتعلمة الفقيهة العلامة وكذا، يعني كل واحد ممكن يمارس السياسة من مجالات ومن مستويات مختلفة. حتى المرأة البدوية القروية تمارس السياسة، ولكن تمارسها بطقوسها وبخبرتها وبمهارات ديالها فقط، يعني التحسيس والوعي ديالها والمواكبة العمل معها، فإن يمكنها أنها تحت المكانة ديالها ودافع على الحقوق ديالها اللي احد التجليات ديالها هي المشاركة السياسية. فهذا الخيار لأنه التوجه للنساء المهمشين المعنيين المباشرين هما اللي بإمكانهم يأخذوا بزمام المبادرة. فهذه يعني اعتبرنا أنه ذوي الحقوق هما اللي كيشكلوا الرافعة الأساسية ديال برنامج أمل. وغاية تلاحظوا بأنه برنامج أمل في المغرب كامل، لأنه ما اشتغلناش في الجنوب الشرقي في منطقة ديال برجازات مثلا، فقط تلاحظوا في منطقة ديال أكادير فين استغلنا في بعض الدواور في تارودانت، غتلقى بأنه في منطقة ديال الوسط استغلنا في منطقة ديال أزيلة في قصبة تادلة وفي بن صالح في المنطقة، حتى في الرباط استغلنا، ولكن لم نشتغل في المدينة، استغلنا في زعير واستغنى في المناطق المهمشة. هذا هو خيار استراتيجي ديال برنامج أمل. علاش؟ لأننا كنعتقدوا هناك برامج أخرى، وبالتالي التقاطع والتكامل ديالها نشأنه أنه يعزز هذا العمل بشكل عام. نعم، شكرا سي عبد الجليل. ما الانطباعات التي تكونت لديكم حول التمثيلية النسائية للقيادات بالجنوب الشرقي؟ ربما الآن لا أتوفر على معطيات دقيقة، ولكن يمكن نغامر ونقول على أنه المشاركة السياسية للنساء في الجنوب الشرقي من أحسن تمثيليات كاينة وطنية الآن، على حسب على الأقل الأرقام اللي تمكنت منها خلال هذه الجولة هذه مع السفير الحملة الفنان مارسيل خليفة والاستماع للشهادات النساء. فيعني الأرقام اللي تمكنت منها في هذه المنطقة يمكن نقول على أنها أحسن الأرقام على مستوى الوطني، وهذا كان أعتبره ما جاش من فراغ، هذا تيعكس عمل ومسيرة ديال سنوات، وماشي فقط عمل ديال المجتمع المدني، بل كان أعتقد حتى المجتمع في الجنوب الشرقي، يعني الساكنة الآن، لأنه ساكنة عانت من التهميش السنين، عانت من الإقصاء، عانت من السياسات للأسف اللي ما كانتش تنصفها. فتنعتقد على أنه الساكنة الآن أصبحت ملمة بالقضايا ديالها، وماشي ملمة بالقضايا ديالها، ولكن حتى الإمكانية ديال كيفاش ممكن تغير الأوضاع ديالها، بأنه الانكباب والمشاركة السياسية هو الحل الأمثل باش تواجه حقيقة القضايا ديالها. وهذا تيشرف، أنا كان أعتقد تهمنا هو الإنسان يهتم بشكل بتدبير ديال الشأن العام كمحطة أويا. حتى احنا في الاشتغال ديالنا لم يكن الاهتمام ديالنا ولا مرة، وهذا غادي تلاحظوا ربما حتى عند الشركاء ديالنا إذا وجهتوا لهم السؤال، لم نقم بتوجيه النساء على أنهم ينبغي أن تنخرطوا في الحزب كذا أو كذا أو كذا. كان أعتبره خيار وقناعة شخصية
للشخص، وحنا فقط نمكنه من المؤهلات لتوفر أن يكون فاعلا، أما خياراته فهو أدرى بها الشخصية. يعني برنامج أمل وحتى الشركاء لم يكن عندهم أي تأثير على الساكنة وعلى الأشخاص وعلى النساء اللي اشتغلنا معهم أنهم يتوجهوا لهذا الحزب أو هذا الحزب أو ذاك أبدا. هذا مش اختصاصات ديالنا، ومش حتى الفلسفة ديال الشغل ديال أوكسفام. حنا كنعتبروا المواطنات والمواطنين أحرار في اختياراتهم، وباش يكونوا يعني تتحملوا مسؤوليات ديال الاختيارات ديالهم. فحنا كنمكنهم من المعارف ومن المدارك اللي تأهلهم أنهم يمارسوا وحتى ربما يحسنوا الاختيار ديالهم، أما اختياراتهم فهم في آخر المطاف سياد فيها. وتمكن نقول على أنه المنطقة الآن حنا مرينا ببرزازات، وحنا اليوم في الرشيدية، فهذه المنطقة بشكل عام كلها الآن اللي مرينا بها ربما عرفت أكبر المستويات في التمثيلية للنساء. طبعا تختلف التمثيلية على الأحزاب، ولكن المرأة كالمرأة خدات القصد ديالها وحدات النصيب ديالها بشكل جيد في المنطقة. تنشكرك سي عبد الجليل على هذا الاهتمام. هذا الاهتمام ديالكم تتقاطع معنا في الموقع ديالنا جديد انفو، والذي يحمل عنوان جديد اخبار المغرب العميق، الذي يتم منذ نشاته ومنذ تكوينه باخبار الجنوب الشرقي وبالمراه وبالتهميش وبالاقصاء الذي عانت منه المنطقه لفتره كبيره او لامتدادات كبيره من الزمن. وتنتمنوا انكم تعودوا تتبرمجوا شي مشاريع اخرى في اطار دائم الجانب التنموي بالمنطقه. وتنحييكم واشد على ايديكم، وشكرا جزيلا استاذي الكريم. شكرا.